قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزات، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. إخوتي الكرام، حبيت نقول للشعب الجزائري كم أنت عظيم يا أيها الشعب الجزائري، كيف ترد على أعدائك، كيف تجعل أعدائك يندمون على أنهم خوتي تكلموا فيكم بالسوء. حقيقة ما قام به الشعب الجزائري والمشجعين الجزائريين اللي حضروا في مباراة المنتخب المغربي ضد الفرنسي يجب تدريسه في المدارس يا إخوتي الكرام. فيا العياشة ويا المراركة، شوفوا سيادكم الجزائريين ماذا يفعلون. نعم خوتي، في هذا الفيديو راح نتكلموا على المباراة هذيك وش دار الشعب الجزائري مع المنتخب المغربي ومع المنتخب الفرنسي. قبل مشاهدة الفيديو كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، وما تنساوش خليوا لنا انتم ارائكم في التعليقات خوتي، لان ارائكم تهمنا، نحب نقرأ التعليقات. كي نلقاو تعليقات ايجابيه والله الواحد يطلع له المورال ويكمل يدير لكم فيديوهات. المهم يا خوتي، البارح شفتوا كامل كيف كيف مباراه المنتخب الاسباني ضد الجزائري، وين فاز المنتخب الجزائري وانتهت. بعد تلك المباراه لعب المنتخب المغربي ضد المنتخب الفرنسي، يعني ما بقاش بزاف جمهور يعني قاعد في الصطاد، ولكن بقات مجموعات لا بأس بها، مجموعات وين كانت قادرة تدير الهول في الصطاد، لأن الجزائري شخصين ولا شخص واحد يكفي باش يدير الهول ويقلب الصطاد يا خاوتي. المهم الجزائري علم المراركة درسا لن ينسوه أبدا في الأخوة والرجولة والاحترام. وأنا أشاهد المباراة يا خاوتي لاحظت لقطات عديدة وين يحكم المنتخب الفرنسي الكرة، راح تلاحظوا الشعب الجزائري يبدأ بصافرات الاستهجان، صدقوني هبلوهم. راح نشوفوا فيديو كيف كيف ونعلقوا عليه كيف كيف كالعادة خاوتي، شوفوا مليح خاوتي. ترى مرار الطن 15 واسمعوا هنا مليح في اللقطة هذه مثلا انت المغرب، شوفوا مليح كيفها الجزائريين تفاعلوا معها. تقوتي الزفن عادي نزل عادي نزل تنفل طورات. راكم تشوفوا يا خاوتي يا كي ضربوا ما عجبهمش الحال، كيف ضربوا وبداو يعيطوا ويزفروا على المنتخب الفرنسي. شوفوا ايضا خاوتي هذه المحاولة كيف تفاعل معها الجمهور الجزائري. شفتوا يا خاوتي كيفاه، صدقوني ما كانش كيما الشعب الجزائري قلبوا بيض خلاص خلاص خاوتي. شوفوا مليح هنا في التفاصيل سيو مورالي كان بون بون جيمبا تيتينو مرجي تيتينو مرجي ترافيك فرنساتي 16. شفتوا كيفاه بداو يعيطوا على الحكم لانه ما عجبهمش الحال باللي منتخب الفرنسي دارك للجزاء. شفتوا كيفاه يا خاوتي، هذه هي رجولة الجزائري، عمره لا يقف ضد منتخب يعني تربطه به حتى العروبة والأخوة من أجل منتخب فرنسي ولا غيره. الجزائريين يعلموك معنى الرجولة. الآن راح نشوفوا ركلة الجزاء وتشوفوا كيف تفعل معها الجمهور الجزائري يا خالدي. أمين 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 زمنت السويد تم زيارتك فرنسا. سمعتوا يا اخواتي الكرام صافرات الاستهجان قبل ما يسدد الكرة وبعد ما دخلتكم، تشوفوا يعني الجمهور الجزائري علم المراركة معنى الاحترام ومعنى ان تقف الى جانب اخوك ومعنى انك ما تخونش وما تطبعش. نعم علموهم هذو كل الدروس يا اخواتي في مباراة لكرة القدم فقط، يعني نعدت لكم بعض اللقطات من كامل المباراة. كنت لاحظوا كامل المباراة يا اخواتي كانت صافرات استهجان على المنتخب الفرنسي وتشجيع للمنتخب المغربي، وشفنا خوتي ايضا تأثير كبير على لاعبي المنتخب الفرنسي بسبب صافرات الاستهجان في المنتخب الفرنسي، منتخب قوي للغاية، خصوصا انه كما نقولوا لكم على بالكم خوتي فرنسا تسرق من الافريق تجيب منا ومنا، ولكن المباراة فضت هدف مقابل صفر.
بطبع ضغط الجمهور يصنع الفارق يا أخوتي، يصنع الفارق بزاف بزاف، خصوصا في مباراة لكرة القدم. ولكن أنا على بالي باللي المغربي الآن قد تعلم الدرس جيدا. الجزائريين ما كانش كيفهم من الأخر، حب من حب وكره من كره، تحيا الجزائري إلى يوم يبعثون. الجزائري قلبه بيض، الجزائري ميخونش، الجزائري كما نقوله يا خوتي يحب الخير الخوه، الجزائري جاي كذا واحد الستيل عفوي. ياكم شفتوا رياضيين كامل اللي جاوا من الخارج عجبهم الجزائري وبدأوا يتفاعلوا معاه، جامي صرات يا خوتي. يعني شفنا الأولمبياد في طوكيو الأخرى وما صراتش كذاك عند استقبال الفرق. إنسان الجزائري جاي حلو يدخل للقلب، ما يخونش الإنسان الجزائري راجل. وعلى بالي قناة شوف تي في ما راحش يعجبها الحال وراح تنشر إشاعات حول تلك المباراة ويقولوا عكس وش راني نقول تماما، لأنهم يحاولون فقط تخدير عقول المغاربة. هذه خدمتهم بأن الجزائري هو السبة تحم، هو اللي ما خلهمش يعيشوا مليح. لذلك ظهر عندهم مرض اللي تكلمنا عليه في فيديوهات سابقة واسمه الجزائر فوبيا خوتي، يعني مرض بينا وخلاص وش حندير، وهذه هي. ولكن احنا يا رجال عليهم من الاخر، حب من حب وكره من كره، ونعاودها ونزيد نقولها، الجزائري راجل عليكم، راجل عليكم. واللي ما عجبوش الحال يخبط راسه في الحيط، من الاخر الجزائري راجل عليكم وسيدكم، ورغم انه سيدكم ما يخليكمش تبوسوا له يديه، ما تخافوش. المهم خوتي خليونا رايكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.